اوكي مرحبا شباب، بهذا الفيديو راح افرجيكم كيف نستعمل يعني دولاب الالوان الضوئيه. اوكي، هذا نحن اصلا مركبه على التلسكوب، بس انا اللي صاير معي انه عملت شغله مش للتلسكوب. اوكي، فعلقته على التلسكوب، هلا بنشوف وراح نضويه، وفي برنامج انا اللي كاتبه. اوكي، راح خلينا نشوف كيف بيعثر الضوء على الحيطة. اوكي، شغلة هيك مميزة سبيشال خارجة عن المألوف في هاي القطعة. اوكي، عم استعملها بشيء غير ما هي. اوكي، طيب خلينا نبرم شوي. هلا طبعا هذا التلسكوب عندي، القطعة هي هذا الدولاب اللي ورا الأسود. اوكي، هلا فرجيكم اياه قدام، بس حاط تليفون معلق عليه لأنه بدي استعمل الفلاشة فيه، البرنامج الفلاش اللي فيه. عامل انا برنامج اسمه كونسرت لايتس، بتتحكم بسرعة وميض الفلاش، عرفت كيف سرعة الفلاش قديش بتضل تضوي وتطفي. وبالتالي بنقدر شو اسمه يعني بخليكم تتفرجوا. انا فيني كمان الدولاب بقلب فيه هذا. هلا هون هي التعليق، بس راح اعلق عليها التليفون لما نصوره. اوكي حبيبي، طيب هلا هون اياها، تمام. هلا بتشوفوا هون، هيدي هون في ازايز زي ما بنشوف ملونه. اوكي، هاي اصلا حنحطها فلاتر تضوي ال ايش اسمه الضوء اللي جاي داخل عليها. اوكي، وهي اصلا المفروض تعلق هون. اوكي، في لها مطرحه من فوق هي اذا بتشوف. اوكي، هون في هون تيوب هيك اصلا صغير. اوكي هون، تمام، على التعليق. المهم، فالمفروض يقعد بقلب الشافت اللي هون، بقلب المنور اللي هون، على كل او بالاسطل هذا اذا بدك تقول. فهون مكتوب، شايفين هذا 1.25 انش، يعني 9 فلتر ويل، مالتيبل 9 فلتر ويل، يعني مالتيبل متعدد 9 فلتر، يعني 9 فلاتر. وهذا الدولاب قدامنا، شايفين الدولاب. وفي له من هون تحت، اذا نقرب هيك، اوكي، في هون تحت، تمام، ما بعرف شو عم تبين كثير معي، نجرب نظبط الفوكس. اوكي، المهم في هاي هون مرقمة هون تحت منها. اوكي، فانا بس بدي ببرمها. اوكي، بتصير تغير العدسة، تغير الازاز اللي هون. اوكي، هذا الازاز المفروض يركب على عدسة التلسكوب. اوكي، هلا بنشوف، بس اشغل البرنامج رح افرجيكم اياه. اوكي، هاد التليفون. اوكي، ف هلا لما اسمه البرنامج كونسرت لايتس. هي خليني ارجع اشغلكم اياه من الاول عشان تشوفوا كيف يشتغل. تمام، بيقلع هيك شوي وبعدين بيعطي اللوجو تبعي انا كمبرمج. اوكي، سوبر لينكس، وبعدين بيطلع البرنامج. ماشي، هلا هاي كنترول الفلاش، هاي انا بتحكم بسرعة وميض الفلاش. تمام، هلا هو مطفي شو اسمه البرنامج. اوكي، يعني مش شغال الفلاشة هلا. طبعا اذا بكبس انا هلا معمولة على كل نص ثانية، هي 500 ملي سكند، يعني على كل نص ثانية. هلا فيني اوطيها بسرعة، بس مش قادر استحكم هلا. بس اذا بدي اعدليها واوطيها، بدي استعمل زر ال شو اسمه زر الصوت. اوكي، اعلي واسرع، يعني ابطئ او اسرع بزر الصوت. اوكي، طيب هلا راح اضويها. اوكي، هلا بتلاحظ هون في ضوء اخضر. اوكي، هلا انا بالمره راح اركب التليفون، اعلقه على التليات الثانيه اللي جنب التليفون الابيض. اوكي، ميل شوي التلسكوب على الحيط. اوكي، هلا نحنا عم نشوف اللون الاخضر، بس انا هلا راح اطفي اللمبه عشان راح اسرع الفلاش شوي. شايفين كيف صار اسرع؟ تمام،
فصار اشوف شو ضوء اخضر. ماشي، هلا هاي محطوطة على الازاز الخضراء. هلا في الوان تانيين، هلا بنشوفهم بنتفرج، بعدين رح افرجيكم هيك اشكال كانه يابسة يا شي كائن فضائي يعني، لانه بين العدستين او الازازتين نفس الوقت يعني، فبيعملوا هذا الشكل يعني. بس هدي الدولاب شوي، ببرم هذا الزر اللي فرجيتكم اياه تحت الدولاب، شايفين هلا بيعمل هيك اشكال، هيك اشكال. اوكي هلا هاي ما فيها شيء، يمكن هي كمان ما فيها شيء، هاي كمان هاي اللي لون. اوكي هيدي كمان لون. اوكي هيدي كمان لون هون احمر، هيك عم بعمل لكم شكل. لين هيدي كمان هون، هذا لون تاني، هاي لون، هاي هون، هني أصلا 9 يعني ما هن كتار. نمر من الدولاب، هاي رجعنا على الأحمر. اوكي ماشي، هلا مطرح ما شفنا على رح اشبك التليفون على الستاند اللي بصور منه. اوكي عم بحكي عن التليفون اللي بصور منه، فبالتالي هاي بنعمل هون شوية فوكس على الفيديو هون، بطفي هذا فبيوقف هون عندي، خلص ما صار عندي فلاش. هلا هذا هو برنامجي انا كاتبه. هلا لنشوف كيف بتركب ال شو اسمه الويل هاي على على الشافت اللي هون، على الفتحة اللي هون. اوكي هلا بدي افكها، تمام، نشوف كيف فرجيكم اياها. تمام، طيب